سينا قول هاي الكاميرا. قول عايز قول الكاميرا. بليلي بلالا 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 تيس. هاي السلام عليكم مساء الخير. مش عارفه ايه اللي يعني بتقال قوي. عامه خلونا نخش في الموضوع. انا مش جاي اقدم مواعظ بس بصوا انا هقول الكلام اللي هو واقف هنا في زوري. عايزه سؤال اللي هو انا متاكده مفيش بنت واحده في مصر في اي مرحله في حياتها سالته لنفسها اشمعنى الولاد فعلا ممكن يعملوا اللي هم عايزينه والبنت هي اللي ما ينفعش تعمل اي حاجه خالص ولو عملت هتتزف بسبب الاهالي. خارج. طب استناك على العشاء ولا هتبات بره؟ معرفش. ماشي يا حبيبي في حفظ الله. في حفظ الله. مين اللي خرج؟ الواد بس اللي خرج. حبيب امه. دي اخر تربيتك. انت في الوقت ايه؟ كنت فين يا هانم لغايه دلوقتي؟ يا ماما انا كنت بذاكر. بتذاكري؟ طب اسمعي بقى. رجوع الساعه 9:05 مش مقبول، ترجعي 9 بالدقيقه مفهوم؟ عشان انا ولا عبيطه واخده بالك؟ ولا هبله ولا غبيه، انا فاهمه كل حاجه كويس قوي. سامعه ولا فقارك تاني؟ هموت اعرف مين العبقري الفنان الطباخ ده ولا انا مش عارفه مين اللي اخترع ان احنا كشرقيين الراجل غير الست. مين العبقري اللي ودانا دهيت؟ قعد فكر كده. انا مش عاجبني انه تربيه الولد تبقى زي البنت. لا مش 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 مش, مش ماشيه. لا عملت ليه كده فينا يا رب؟ ارجوكوا لو حد بيفهم في التاريخ ارجوكوا والله العظيم احتمال ارتاح يقول لي مين ابتدى الموضوع ده. يعني هي ابتدت ازاي؟ عايز اعرف ازاي. يا عين امك يا محترم يا متربي. ايه بتشرب سجاير كل ما في الحمام يا حبيبي وخلي نفسك في الدخان. انا ربيت ايوه طبعا ربيت عشان مكسوف يشرب قدام انا وابوه. يعني اتخانق نفسه جوه يا حبيبي يا متربي. يعني البنت بتعمل ايه وهي قاعده بترقص والنبي في الاوضه؟ يعني صاعت ضاعت خلاص مش هتعرفوا تلموها بعد كده. والنبي روحي تشطري على ابنك. النبي ابنك روحي كده بص بيعمل ايه والنبي. روحي بص. تعالي يا حلاوتك ده. لا ماما اصل دي بس عشان دخلت في شجره وانا جاي. طب يا حبيبي بسلمني يا سين. باخد بالك من الشجرة بعد كده حبيبي عشان ما تعرفش في حتة تانية تفهمني. يعني أنا
مش فاهمه هو الولد ما بيجيش بمصايب برضو ده ممكن يعمل مصايب سودا يعني دي البنت غلبانه يعني كده كتير قوي لا خلاص شكرا تكلمي مين زينت زينت الكون الو مشروم مين ضفت فلفل ضفت زيتون بصل حضرتك تبقى مين طب خليهم اتنين على فكره مفيش اي ديانه اي ديانه ماشي بتقول انه رب الولد غير البنت اقعد اقعد يا حبيبي اقعد قولي بقى عايز تكون ايه بابا انا عايزه اكون فوتوغراف طموحاتي ان انا اصور حاجات واروح اماكن عايز تكون مصوراتي بعد ما صرفت عليك كل السنين دي كلها لا اسمعني لا مش الموضوع ضاع الموضوع ضاع منك خالص اسمعني انا هكون اب دبلوماسي ومش هجبرك ان انت تشتغل نفس الشغلانه بتاعتي ما بتقدرش اصلا هدي لك اختيارات عشان تعرف ابوك عندك تكون دكتور يا تكون مهندس دول حاجتين بس ازاي عندك دكتور نساء دكتور نساء دكتور اطفال دكتور اللي هو بتوع القلب او الكلى يعني ما اعرفش هما نفس الواحد يعني عندك دكاتره كتير انت هتعرفني ليه وبعدين عندك مهندس عندك مهندس ميكانيكا بيكسبوا عندك مهندس معماري انت جاي تمتحني في الدكاتره ما تشوف انت لو انت كده مقيدني على الاخر يعني بص انت خنقتني قوم غور خش اوضتك اشمعنى بقى بابا وافقت اختي تخش اعلام اختك هي فالحه في حاجه ما ينفعش تقعد في البيت وتتجوز ايه في ايه ما انت مش شايف امك بص انا دبلوماسي بس ما فيش نقاش يلا غور على فكره هي دي رساله انا مش هتكلم خلاص هي دي الرساله سعاد حسني انا مش هقول احسن من سعاد حسني البنت زي الولد مهيش كمان عدد بصوا لو حد عنده اعتراض طبعا اتفضل يكتب الكومنتس بتاعته ولو عجبكم الفيديو طبعا يا سلام يعني احب جدا ان انتوا تلايك الفيديو وتسبسكرايب وبلاش الانلايك والحاجات اللي هي بتطلع دي والشتايم وكده اشوفكم بقى بعدين